هي صحه العظم محتاجه اكلات معينه <تصفيق> <تصفيق> طبعا محتاجه صحه العظم محتاجه كالسيوم بناخده من الزبادي والحليب محتاجه فيتامين دال لا لا يعني لازم كل مره برده اتكلم على فيتامين دال قد ايه مهم لكن لا غنى عن الاكل الصحي لا غنى عن المكملات الغذائيه لان احنا مش كل يوم هنعرف نوصل كالسيوم طبعاً. في 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 جسمنا طبعا قلب مالتي فيت داعم جدا لهشاشه العظم هشاشه العظم ستات ورجال بعد سن الخ... بعد سن السبعين بيجي لهم هشاشه عظم طيب لان برضو هرمونات التستوستيرون بتاثر على على هشاشه العظم. اوكي طيب اشمعنى بقول إيه ناخد الب مالتي فيت لانه مدعم جدا للعظم من اهم الـ 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 المع من اهم اهم معدن محتاجه العظم الكالسيوم مم. الكالسيوم طبعا الب مالتي فيت عظم واسنان اظن عظم وسنان طبعا أوكي. طبعا محتاجين فيتامين سي طب فيتامين سي ايه اللي دخله في العظم؟ فيتامين سي بيدعمني الحديد فالدم هيوصل كويس الاكسجين هيوصل كويس فيتامين سي بيجدد لي بروتين الكولاجين هل عشان كده كان في موروث قديم عند الامهات والجدات دايما ايه الاطفال الصغيرين يهتموا أنهم يقعدون في الشمس فترات معقوله يقولك لك ده كويس لعظمهم ده اكيد ده اكيد إيه. ليه ليه الشمس كويس لعظمهم عشان فيتامين د فيتامين د مهم جدا جدا للعظم وللمناعه وللشعر وللبشره ولوقايه من الامراض لكن فيتامين د ما بتاخدش غير بعد ما بعمل التحليل بتاعه في الدم لان فيتامين د قابل للذوبان في الدهون فالزياده منه بتخزن في الخلايا أوكي. دي حاجه مهمه الشمس مهمه جدا احنا دلوقتي في فصل الشتاء ما شمس فاكيد بنصح ان احنا ناخد سبلمنت فيه فيتامين د بعد ما نعرف ان هو اقل من 20 في الدم أوكي. فدي حاجه مهمه طيب آآ آآ الشمس مهمه لفيتامين د طب ايه اللي دخل فيتامين د احنا على طول نسمع كالسيوم كالسيوم اشمعنا فيتامين د مهم للعظم لان الكالسيوم حتى لو أخدته لن يمتص غير بوجود فيتامين د فيتامين د هو اللي بيسحبه ويوصله للخلايا فعشان كده مهم طيب فيتامين سي مهم في ايه يا دكتوره دينا لان طب فهمنا الكالسيوم فيتامين سي لحاجتين بيزود لي امتصاص الكولاجين الكولاجين بينقص زي ما كتله العظم بتنقص الكولاجين بينقص الكولاجين مهم جدا اللي هو اللي موجود في الغضاريف مش كل شويه يقول لك كل كوارع عشان آيوه. ركبك ده عشان المفاصل لما طبعاً. تتحرك ما تبقاش فيها خشونه بعد تقدم في السن السائل ده بيقل البروتين الكولاجين من اهم البروتينات 90% من جسمنا عباره عن كولاجين للبشره والمفاصل والكلام ده كله طيب فيتامين سي رب من, من, من الفيتامينات اللي ربنا خلقها انها علي امتصاص الكولاجين فاعتقد ب... بقلب ملتي فيت هندعم جدا كتله العظم وكثافه العظم وصحه العظم عندنا وصحه السنين